أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين قدمت إليهم الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغ أكثر من 78,433 حجا وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس. وزارة الصحة السعودية أوضحت أن الحجاج استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، إذ بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى يساندها 147 مركزا صحيا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرا، في حين بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25,000 ممارس. هذا وأعدت الوزارة نقاطا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافة إلى توفير 180 سيارة إسعاف وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى. وإذا سألك عبادي عني فإن قريب.